السلام عليكم، أنا محمد شعت مستشار عقاري في دبي، وبحب أرحب فيكم من أمام بلومز تاور. طبعاً لو كنت مهتم إنك تستثمر في عقار جاهز للاستلام فيعتبر إنه خيار ممتاز. خلينا نطلع مع بعض نشوف وحدة العرض ونشرح عن المشروع بالكامل. يلا. هيك بيكون دخلنا على وحدة العرض. بسم الله، أول ما ندخل على إيدنا اليسار في المطبخ، طبعا الوحدات بتيجي غير مفروشة، ولكن هم عادة بيفرشوها على أساس العميل يتصور كيف ممكن تكون وحدته وهي مفروشة. وهذا هو المطبخ، طبعا الجزء هذا عاملينه داينينج، وهذه الصالة صراحة مساحتها واسعة مرتبة مع البالكوني. البالكوني هلا راح نطلع ونشوفها مع بعض. هذه هي البالكوني، طبعا واسعة جدا وجاي موصولة ما بين غرفة النوم والصالة. لو تكلمنا عن موقع المشروع، موقع المشروع زي ما انتم شايفين مباشرة على شارع الخيل. طبعا شارع الخيل هو يعتبر واحد من أهم الشوارع أو شارع رئيسي في دبي. من هناك بعيد عندكم المارينا، إطلالة طبعا بعيدة ولكن مطل على المارينا في دبي. بالكوني، بنرجع على الصالة. طبعا زي ما انتم شايفين التشطيب، الأرضيات صراحة جميلة جدا، الألوان حتى الأبواب صراحة منسقة. هذا هو الحمام، مساحته كمان جدا معقولة. وهذه هي غرفة النوم. غرفة النوم بتيجي بهذا الشكل، زي ما ذكرت لكم انه البالكوني موصول مع الصالة، وبتيجي طبعا خزائن في الحيط بهذا الشكل. خلصنا وحدة العرض، خلينا نطلع مع بعض ونشوف بعض الخدمات المتوفرة بهذه الأبراج. طبعا بلومز تاور هم تاور A و B و C، تابعين للمطور العقاري بلومز العقارية. كل برج منهم تقريبا فيه 42 طابق. طبعا متوفر فيه الاستوديوهات، غرفة وصالة والغرفتين وصالة. خلينا نطلع مع بعض نشوف الجيم والسويمينج بول التابعين لهذه المباني. يلا. ومن وحدة العرض انزلت على الطابق الخامس. الطابق الخامس فيه مثل بوديوم، البوديوم هذا فيه مثل 3 مسابح بالإضافة للمسرح الموجود وراي. طبعا هذا المسرح بيستخدموه مثل حفلات أعياد ميلاد وأعراس وخلافه، بالإضافة إنهم بالجو الحلو بيستخدموها مثل أوبن سينما. خلينا ناخذ جولة بالمكان، صراحة المكان كتير عجبني وكتير لطيف. خلينا نبدأ. خلينا نشوف بالأول السويمينج بول تبع الأطفال، صراحة فكرته كتير عجبتني، عاملينه بطريقة شبه جزيرة على أساس مثل جلسات بالنص، الشخص المسؤول عن الطفل إن كان خدم أو ولي الأمر بيقعد وبيستمتع مع أولاده. هذا هو السويمينج بول الثاني، طبعا هذا للاسترخاء، بالإضافة إنهم عاملين مثل مكان ممشى للي حابين يمارسوا هواية المشي أو الركض. هذا هو المسبح الثاني،
بالإضافة لمسبح هناك رح نشوفه مع بعض، وهو مسبح أولمبي للي بيحبوا يمارسوا هواية السباحة. هذا هو المسبح اللي قلت لكم عنه رقم 3، والمسبح يعتبر أولمبي. ومن المسابح خلينا نشوف مع بعض الجيم. زي ما انتم شايفين في الأجهزة الرئيسية للي حابين يمارسوا رياضة البادي بيلدينج، بالإضافة لأجهزة المشي. وأجمل صراحة شيء في هذا الجيم الإطلالة الرائعة زي ما انتم شايفين. بتكون انتهت تخطيطي لمشروع بلومز تاورز. طبعا بالنسبة للأسعار، أسعار الاستوديوهات بتبدأ حوالي من 380,000. أما بالنسبة لخطة الدفع، فخطة الدفع ميسرة جدا، ما عليك إلا تدفع 15% وبعدها 10% وقت الاستلام، وأربع سنين بوست هاند أوفر أو ما بعد الاستلام. لو عندكم أي سؤال أي استفسار، أنا موجود بالخدمة في أي وقت. ونراكم إن شاء الله بتغطيات قادمة. سلام.